ها حبيبتي ليلو، ما ردتي لي خبر، حكيتي مع الصبايا؟ لسه يا حبيبتي ما خلصت، هلا بحكي معهم. زهقانة وقرفانة، حاسة بدي انفجر واخلص. ما في شيء، ما في شيء ليلو يملي علي حياتي. بيت نادي سيارة شوبينج، بيت نادي سيارة شوبينج، ما في شيء عم بيريحني. أنا لازم أشوفكم، فاهمة علي ليلو؟ أنت فاهمتني؟ ولك فاهمة فاهمة، بس قولي شو هيك مش لهالدرجة. معك حق هيك، أنت بتشتغلي، إلك حياتك اللي بتحلمي تتقدمي فيها، بتحلمي بزيادة راتب، يكون إلك مشروعك الخاص. أما أنا بنت صالح بيك، المدير العام. يعني اسمعي، على التليفون ما بينفع نحكي، انت هلا اعصابك محروقه. مع انه اللي بيشوفني بقول يا نيالها، كل اشي تحت امرها. ليش؟ مش كل اشي تحت امري؟ ليلو، مش وقت مسخره هلا. الله يسامحك يا بنت، في فرق بين المزح والمسخره. ليلو هلا بدك تقلبي لي اياها دراما؟ بحياتك ليلو، بحياتك احكيهم هلا. حاضر يا ستي، يلا. وهلا رح اتصل بإيناس اول وحده، بس اسمعي، انت لساتك جاهزه انك تعزمين على النادي البرجوازي وتخسري عليهم مصاري؟ طبعا. اوكي اوكي، هلا بتصل. مع السلامه.